تزينت كنيسة قصر الدبارة الإنجلية لاستقبال المحتفلين بعيد الميلاد المجيد، ذلك في احتفالية ترأسها القس أندريا ذكي رئيس الطائفة الإنجلية وبحضور قيادة الكنيسة إلى جانب المهنئين من قيادات الدولة والشخصيات العامة. السيد المسيح في الكتاب المقدس بيقال عنه أنه ملك السلام، وأعتقد أن احنا في الأيام دي في أشد الحاجة إلى السلام، سلام في على كل الأصعدة وفي كل المناطق، سلام للدول المجاورة، ونتذكر أهالينا في فلسطين والعدوان الغائر والجائر اللي بيتم عليهم. بندعو الله ونصلي لأجل سلام يعم المنطقة. متعودين دايما، ودي مش أول سنة نشارك أخوة الكنيسة الإنجيلية في هذا اليوم العظيم. احنا بنعتبره يوم في نور لكل الشعب المصري وبلدنا مصر. صراحة ما نكون فيه في هذا اليوم هو يدعو دائما لرسالة عظيمة، وهي رسالة الحب والمودة بين أخواتنا. وصراحة الكنيسة الإنجيلية بتبقى حريصة على هذه الأجواء، أجواء المحبة والخير والسلام. أهنئ الجميع، جميع المصريين والعالم كله بالعام الجديد 2024 وعيد الميلاد اللي احنا بدأنا من 25 ديسمبر وتنتهي في 7 يناير، ان تكون حياتنا كلها اعياد، وان يحل السلام اللي تغنت به الملائكة المجد له في الاعالي وعلى الارض السلام والناس المسرة، يحل هذا السلام بين جميع الشعوب. وبنطلب ان كفاية بالفعل قتل ابرياء، كفاية الحروب اللي بتدمر ناس كتيرة جدا وبتشرد ناس كتيرة.